وإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الجميع الوقوف مع الجيش في ملاحقة فلول الإرهاب ليس في صحراء الأنبار فحسب بل في أي بقعة في البلاد على حد تعبيرهم. في خطوة لدعم العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي في صحراء الأنبار ضد تنظيم القاعدة، خرج ناشطون مدنيون ومواطنون في كربلاء اليوم للتعبير عن مؤازرتهم للجيش في حملته. وقفة تضامنية مع قواتنا الباسدة قوات الجيش العراقي، بدأت العملية بمواقع تواصل الفيسبوك وسوينا دعوات بحكم العلاقات العامة إلى كافة دوائر الدولة. نحن شريحة المحامين في كربلاء نبارك ما تقوم به هذه القوات الباسلة من أجل دحر أوكار الإرهاب سواء في المنطقة الغربية أو في أي مكان من العراق. سيخرج من هنا وهناك أناس يداوون يطالبون باسم حقوق الإنسان، بل هم يطالبون بحقوق الإرهاب. الوقفة التي حضرها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ عشائر أيضا خلت من أي مظاهر سياسية أو شعارات لأي جهة، بل رفعوا عبارات التأييد والإسناد للجيش الذي يمثل كل مكونات البلاد. الجيش العراقي ما يواجه مجرد مجاميع مسلحة، يواجه ميليشيات مدعومة من دول كبيرة مولتة بالعدة والسلاح والاستخبارات، فلذلك شوف أنه وقت جاء بالوقت المناسب عن استكمال قوة الجيش العراقي، وأيضا هو موقف وطني للقضاء على الإرهاب وبناء العراق الجديد غير مجير لجهة معينة وغير مدعوم غير داعم لجهة معينة. تعبير عن تأييدهم للوقفة البطولية التي يقوم بها هذا الجيش في الصحراء الغربية من أجل إنقاذ العراق من براثن التكفيريين وحاضنات القاعدة هناك. الصحفيون من جانبهم شاركوا أيضا في هذه الوقفة، حيث أكد نقيبهم في كربلاء مساندتهم للجيش في عملياته العسكرية في كل مكان بالعراق. نعلن نحن صحفيو وأعلاميو محافظة كربلاء المقدسة تأييدنا المطلق ودعمنا اللامحدود لكم ولكل الشرفاء الذين يقفون إلى جانبكم في قضيتكم التي مبدأها الحفاظ على نسيج الشعب العراقي. نشكر الأسرة الصحفية في محافظة كربلاء المقدسة لإعلانهم وتأييدهم وتضامنهم مع القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب. أيضا إحنا كقيادة عمليات فرات الأوسط لنا في الوقت الحاضر عمليات هجومية على تنظيم القاعدة الإرهابي مع الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار. إيمان بلال، الحرة، كربلاء. في مصر أصيب 4 جنود في انفجار استهدف مكتبا للمخابرات.